خلينا نكمل. My job exciting. ليش exciting؟ لأنه أنا بشتغل مع تكنولوجيا جديدة فمثير جدا. جاهزة تمام؟ 2. My tiring. ليش tiring؟ طبعا محلول السي هنا. ليش tiring؟ tiring لأنه أنا مر علي أنه دائما الشخص اللي بشتغل لساعات طويلة بكون شغله متعب. إذا F لأنه بشتغل لساعات طويلة بكون tiring. 2. Dangerous. خطير. طيب ليش خطير برأيكو؟ لأنه لازم يمسك bad people، ناس سيئين أشرار يعني، فهو خطير. إذا إي. creative. ليش إبداعي شغلهم هنا؟ الإبداعي إنه بيجيب أفكار جديدة من مناطق مختلفة، لأنه بيعمل أكل لذيذ من بلدان مختلفة. إذا بي. طيب ليش ممتع؟ interesting. ليش؟ دائما أنا بشعر في المتعة لأنه I travel around the world، أنا بسافر حول العالم. وآخر شيء طيب difficult. ليش difficult؟ لأنه أنا هنا because visitors want lots of different things، يعني كل واحد بده إشي على مزاجه، فأنا صعب أرضي الكل، فهنا بكون في صعوبة علي إني أنا أرضي اللي قدامي، أوكي الكاستمرز اللي قدامي. so دي تمام. ننتقل للتدريب الثاني. التدريب الثاني طلع في عندي هذا أكلة ال chicken with coconut and lime مع الحامض، أوكي نقرأ عنها وبدي I have to choose or circle the correct word to complete the text. ضع دائرة على الكلمة الصحيحة، طبعا اللي بالبولد بالخط الغامق، واحدة منهم صحيحة واحدة خطأ. أنا بدي أحط دائرة على the correct الصح. People in my family have lots of different ولا delicious jobs. عندهم وظائف. هذه الوظائف لذيذة ولا مختلفة؟ مختلفة. هون كثير يا رابع بعتمد على الترجمة. هون أنا بعتمد على الترجمة. تمام؟ بدك تكون حافظ كلمات وعارف معاني عشان نعرف نختار الإجابة الصحيحة. My grandpa doesn't work now. جدي ما بيشتغل الآن. قاعد. But he was a police officer. كان police officer شرطي. His job was البوليس أوفيسر. هل يعتبر شغله كرياتيف ولا دينجرس؟ إبداعي ولا خطير؟ يا عيني خطير. But he enjoyed it. لكنه استمتع فيه. My uncle. هلا إحنا شفنا الجراند باه شو بيشتغل. هلا الأنكل عمه is plumber سباك. His work is عمل السباك متعب ولا ممتع ولا مثير؟ لأنه he always busy دائما مشغول. طيب دائما بيشتغل ساعة مشغول وبيشتغل كثير، شو راح يكون؟ tiring. بعدين my aunt is a nurse. عمته شو بتشتغل؟ ممرضة. she loves helping people but her job is sometimes كذا. هي nurse وبتحب تساعد الناس، لكن but هون في اشي يعني مش كويس. شغلها شو ماله؟ ممتع ولا صعب؟ difficult. صعب. اوكي okay. My dad is ابوه هل هو بلمبر ولا الشيف؟ and he makes delicious food وبيعمل اكل طيب. طيب مين بيعمل الاكل اللي بيعمله، البلمبر ولا الشيف؟ يا عيني عليك، والشيف هو اللي بطبخ. My mom is a business woman. يا سلام، امه سيدة اعمال. and she enjoys around to interesting places. travel ولا traveling؟ دائما احفظ هون قاعدة انه الانجوي بيجي وراها فعل مضاف له ing. هاي بجيبها لك في الامتحان، هاي قاعدة مهمة. I enjoy traveling. اعطيك مثال اخر. I enjoy انا بستمتع playing football. I enjoy playing football. طلع شو ضفنا بعد الانجوي؟ ing. احفظها هاي مهمة. دائما الانجوي، طبعا انجوي في حالة الجمع بحطها انجوي، في حالة المفرد انجويز، في الماضي انجويد، يعني في جميع اشكال الانجوي، في الماضي او المضارع يعني انجوي او انجويز او انجويد يعني في الماضي. بغض النظر دائما بيجي وراها ايش؟ ing. تمام؟ مثل I enjoy playing football. I enjoy swimming. I enjoy
رايدنج ابايك كله اي ان جي. طيب امبارح كان البريفكس الان، انه انا بستخدم الان لحتى اعطي ذا اوبوزيت مينينج، اعطي المعنى العكس. مثلا انا فريندلي معناها ودود او صدوق يعني، كومفورتبل مريح، هابي سعيد، ويل جيد منيح يعني. طيب انا ممكن يعني هابي اقول عنها ساد، طيب ليش اغلب حالي واقول ساد وانا ممكن استخدم خاصيه الان؟ الان يعني لا غير، يعني غير. فهلا بدي ادخل الان على هذول الصفات، طبعا هذول كلهن adjectives صفات كلهم، ونشوف كيف بتغير المعنى. friendly بصير بس بضيف الان، ان friendly يعني غير ودود، comfortable uncomfortable غير مريح يعني معناها غير، happy unhappy غير سعيد، شايف؟ well unwell ليس جيدا. اوكي بس انا في مجرد استخدمت الان اعطيت الكلمة العكسية او ضدها. اوكي فهذا كمان مهم جدا التدريب. خلاص دخل ان وخلاص واطلع من الباب الغربي. هنا بدي احط الصفات المناسبة بالفراغ على حسب الجملة. If you are feeling unwell you can speak to the nurse. دائما الواحد لما يكون unwell يعني مريض او مش منيح دائما يحكي مع النيرس الممرضة تعالجه. 2. The photographer was very he didn't talk to us. طيب دائما الشخص اللي بكون قاعد لحاله ما بيحكي مع ناس ومزي بنحكي احنا في لغتنا مزاعلنا وما بيحكي معنا، شو بتكون صفته من هذولا؟ يعني عليك وانا فريندلي غير ودود مش اجتماعي يعني ما بيقعد معنا. تمام. The firefighter's uniform اليونيفورم تبع الفايرفايتر is heavy heavy ثقيل اللباس تبعهم. تمام اليونيفورم يعني اللباس الرسمي كثير heavy ثقيل. and طيب ثقيل وإيش؟ مش مرتاحين فيه uncomfortable. أنا طبعا بأخذ من هذول الكلمات. طيب it is to swim near the rocks إنه عفوا في كلمة هون سيف، آسفة ما انتبهت إلها، سيف معناها آمن، شو عكس سيف؟ أنسيف غير آمن، غير آمن. طيب it is to swim near the rocks إنه أنا أسبح بجانب الصخور، هل هو آمن ولا غير آمن؟ it's unsafe مش آمن. يعني مش أمان إنك أنت تسبح بجانب الصخور. The last one the businessman سيء رجل الأعمال was when his computer broke لما انكسر كمبيوتره. هسا أنت يكون معك تاب أو ينكسر أو إشي غالي عليك وينكسر وعليه شغلك أو أشياءك اللي بتحبها، شو شعورك؟ حتكون unhappy غير سعيد، رح تزعل صح؟ فإذا the businessman was unhappy when his computer broke لما انكسر كمبيوتر. وطبعا broke كسر يعني اللي هي التصريف الثاني break break يكسر اللي هي verb one. التصريف الثاني broke يعني انكسر ماضي verb two. اوكي هاي هنا اذا المفروض الطالب يحل التدريبات على الكتاب. بدنا نركز على معاني الكلمات الجديده، هذول adjectives وهذول كمان adjectives، وانه انا دخلت الان لحتى نعطي الاوبوزيت مينينج، هون دخلتهن في معنى الجمله. حلوهن على الكتاب وما عندكم واجبات لليوم، اموركم تمام، واللي بخلص فقط يبعث لي دن. اوكي بس يبعث لي دن، ما فيش داعي تصور إلي الكتاب. تمام لهون بكفي، ويعطيكم ألف ألف عافية. حلو التدريبات على السريع، وما في داعي تراكم عليك الدراسة. أنا في بعض الطلاب ما ببعث لي الواجبات وهذا خطأ، بتراكم عليك كله عليه علامات يا رابع، فلما تيجي أحط لك علامة ناقصة ما تحكي ليش، لأنه إذا ما بعثت لي الواجب أنا عندي ورقة وبسجل.
فبطلب المرة الأولى، المرة الثانية أنا ما بطلب، يعني أظل ألاحق وراك، حل حالك وبعث لي على السريع، ويعطيكوا ألف ألف عافية، مع السلامة.